सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। قبل اختراع الكاميرا كانت قصص الملاحم والأساطير الهندية تشخص مباشرة في أشكال مسرحية تجول القرى والبلدات كمصدر وحيد لترفيه الجماهير، ثم أتاح دخول الكاميرا للهنود فرصة تصوير القصص سينمائيا حتى تصل أعمالهم إلى حشود أكبر. وفي ظرف عقد من الزمن أصبحت الأفلام الهندية صناعة ضخمة يتنافس فيها المنتجون على إيجاد شبان وشابات من أجل التمثيل في أفلامهم مقابل مبالغ مالية مجزية. وكان محمد يوسف خان وهو ابن تاجر فواكه جافة ميسور أحد أولئك الشباب، حيث حاول منتج الأفلام إقناعه بالعمل في السينما، ولكنه ظل يرفض لأنه كان ينتمي إلى عائلة خان المسلمة والمحافظة من بيشاور التي كانت جزءا من الهند آنذاك. ولم يوافق خان على العمل في الأفلام إلا بعد بضع سنوات، مستخدما اسما مستعارا ديليب كومار أو الأمير الملكي. وعندما قسمت الهند في 1947 رفض ديليب الذهاب إلى باكستان، على الرغم من أن مدينة بيشاور التي ينحدر منها أصبحت جزءا من باكستان. وقال مقولته الشهيرة آنذاك: إنه ولد مسلما هنديا ويريد أن يموت مسلما هنديا. بلغت شهرته هوليود بعد صدور الفيلم الهندي التاريخي مغل الأعظم، والذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا ولعب فيه الدور أمير ملكي حقيقي. لذلك توجه المخرج الهوليودي ديفيد لين الذي كان يستعد لبدء العمل على فيلم لورنس العرب إلى بومبي على وجه السرعة من أجل إسناد دور الشريف علي في فيلمه إلى كومار، ولكنه رفض ليذهب الدور لاحقا إلى الممثل المصري عمر الشريف. وصفه رئيس الوزراء الباكستاني بأعظم ممثل في شبه القارة الهندية، وأعلن تحويل منزله في بيشاور إلى بناية من التراث الوطني. كما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن وفاة ديليب كومار تمثل خسارة لعالمنا الثقافي. जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी।